فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو علم ينتفع به. سؤاله: العلوم الدنيوية كعلم الرياضيات والطب إذا ألف فيها الإنسان، فهل تدخل في هذا الحديث؟ لا، المراد بالحديث علم الشرعي، يعني العلم الشرعي، وأما العلم الدنيوي فلا. نعم، هو مباح ولكن لا يأخذ حكم العلم الشرعي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.